العمل كان متوازن يعني النجارين شغالين، الحدادين كل بيكونوا بيفصلوا الحديد، بيكون في نفس الوقت بيشوي. والإنسان الروحي ده بالولادة الجديدة دي يقدر يشوف ويقدر يفهم. المفروض إن أنا اتولد في طنطا 4/2/1936، كان بيشتغل في شركة الكتان. بسم الله الأب والابن والروح القدس الواحد أمين. المجد للأب والابن والروح القدس الآن وكل أوان ودهر الدهور أمين. الأحباء شعب الكنيسة المبارك، وإحنا بنحتفل بالعيد 50 لكنيستنا، ودايما إحنا عارفين أن الكنيسة هي السلم الواصل للسماء، وحتى بنقول إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالقيام في السماء. عشان كده إحنا لما بدأنا السلم بتاعنا خدنا درجتين قبل كده، خدنا المعمودية وخدنا الطقوس، واتفقنا ان الطقس ما يبقاش شكل ولكن الطقس يكون فيه العبادة بالروح والحق، ما تبقاش عبادة شكلية. وانا عايز برضو احنا لما نيجي الكنيسة ما يبقاش مجرد حضور، الانسان يجي يحضر ويمشي وخلاص، لكن سؤال هل صليت؟ فده نقطة مهمة جدا جدا، ان احنا عايزين تبقى عبادتنا في الكنيسة او حياتنا مع ربنا لازم يكون فيها الصلاة السليمة والصلاة الصحيحة. انا لو قرأت لكم بعض ايات من صلاة سليمان، خلي بالك صلاة سليمان دي قوية وجميلة جدا في سفر الملوك الأول أصح 8، هقرأ لكم آيات يعني مقتطفات كده. مثلا في آية 22 يقول: ووقف سليمان أمام مسبح الرب تجاه كل جماعة إسرائيل، وبسط يديه إلى السماء وقال: أيها الرب إله إسرائيل، ليس إله مثلك في السماء. شوف الصلاة، ليس إله مثلك في السماء من فوق ولا على الأرض من أسفل، حافظ العهد والرحمة لعبيدك السائرين أمامك بكل قلوبهم. ويرجع مثلا يقول إيه: لأنه هل يسكن الله حقا على الأرض؟ هو ذا السماوات وسماء السماوات لا تسعك، فكم بالأقل هذا البيت الذي بنيت. فالتفت يا رب إلى صلاة عبدك، التفت إلى صلاة عبدك ولا تضرعي يا رب إلهي، واسمع الصراخ والصلاة التي يصليها عبدك أمامك اليوم، واسمع تضرع عبدك وشعبك إسرائيل الذين يصلون في هذا الموضع، واسمع أنت في الموضع في موضع سكناك في السماء، وإذا سمعت فاغفر. طبعا الإصحاح كله إصحاح 8 ده جميل جميل جدا جدا في منظر صلاة سليمان. وكمان لو انتم تقروا مثلا، يعني قصدي اقول ايه، يعني احنا عايزين صلواتنا ما تكونش صلاه فتره جامده، زي ما قلت لكم من شويه انسان يجي يحضر ويمشي وخلاص، ما احناش عايزين ينطبق علينا كلام اشعياء النبي اللي بيقول: هذا الشعب يكرمني بشفتيه اما قلبه فمبتعد عني بعيدا. احنا عايزين العمق، مش عايزين السطحيات، وعايزين العمق وليس الطول. يعني إنسان يطول صلاته قوي لكن قلبه بعيد كل البعد، إيه قيمته؟ احنا عايزين العمق. يعني واحد زي داود النبي لما كان بيصلي يقول له إيه: من الأعماق صرخت إليك يا رب. فكان يصلي من عمق القلب، من عمق المشاعر، من عمق الاحتياج. وأيضا لما نشوف مثلا في سفر التكوين صح 18 صلاة أبونا إبراهيم، الصلاة القوية المملوءة توسل من أجل لوط ابن أخوه اللي كان في سدوم وعمورة، صلاة كلها انسحاق، صلاة كلها توسل وإلحاح على ربنا. أحبائي إحنا عايزين نقف في الصلاة في الكنيسة مثلا أو في أي مكان بنقف نصلي نتصل بالله. يعني مثلا موقف، ساعات نبقى في الكنيسة وبنصلي كلنا ارحمنا ارحمنا،
وتبقى إيه الصلاة بصوت جهوري. لكن خلي بالك، هل إحنا صلواتنا بصوت جهوري ديت فيها إحساس زي إحساس مثلا الشعب برضو اللي كان عمال يصرخ ويقول ارحمنا واقف قدام جبل المقطم، لما قال لهم لو ما كنتش تنقلوا الجبل هتموتوا وتتقتلوا كلكم؟ فكان الصحابي بيصلي يقول ارحمنا ازاي قدام جبل المقطم؟ صلاة من عمق القلب، عمرها طبعا دي عمرها دي حياة أو موت، عمرها ما تكون صلاة شكلية كده. وده اللي أنا بقول يا أحبائي، إحنا قدامنا جبال أكتر من جبل المقطم، عندنا جبال الخطايا والنجاسات، عندنا جبال الأمراض الفظيعة اللي بتقابلنا والأوبئة زي كورونا، عندنا جبال المشاكل العائلية ومشاكل شبابنا ومشاكل أولادنا، جبال كتيرة محتاجة صلاة بصراخ ومن عمق القلب. صلوا صلوا من عمق القلب واصرخوا لله بشدة زي أهل نينوى اللي ربنا استجاب لهم. وحتى كلمة صلاة يعني صلة واتصال بالله، لأنه ما فيش صلة بربنا إلا بالصلاة، ما فيش صلة بربنا إلا بالصلاة، وكلمة صلاة زي ما بقول لكم معناها صلة. فخلي بالك ليست كل صلاة هي صلة بالله، بل كل صلة بالله هي صلاة. يبقى لما اتصل بربنا يبقى أنا صليت، لكن أقف أصلي وما اتصلش بربنا يبقى أنت ما صليتش. ما الكتب والفرسين ما كانوا بيصلوا كتير قوي، ويقول الكتاب عنهم كانوا لعلة يطيلون صلواتهم في إنجيل معلمنا متى 19:23. لكن معلمنا بولس الرسول يقول لنا إيه؟ أصلي خمس كلمات بفهم، أصلي خمس كلمات بفهم أكثر من 10,000 كلمة بلا معنى. مش عايزين ينطبق علينا زي ما قلت لكم من شوية كلام أشعياء النبي، هذا الشعب يكرمني بشفتيه وأما قلبه فمبتعد عني بعيدا، ولكن نريد أن نصلي بالروح ونصلي بالذهن أيضا، نصلي بالروح ونصلي بالذهن أيضا. طبعا موضوع الصلاة ده موضوع كبير وواسع ما بيكفوش ساعات وساعات، لكن أنا حبيت بس يعني أدي يعني نخسة عشان تكون لنا حياة الصلاة. عارف كلمة حياة الصلاة؟ واحد بيصلي من حياته دي صلاة، أما أنا فصلاة. وخلي بالك في حاجات مهمة جدا بناخدها في الصلاة، يعني لو إنسان ما بيصليش تلاقي إنسان بسيط، طفل في الحياة الروحية، إنسان ملوش خبرة ولا ملء، لأن الصلاة اللي بتملأ. وهل إنسان يقول أنا توبت أو أنا تائب وعايز أعترف ويكون ما صلاش؟ تبتب إمتى؟ ما التوبة في الصلاة، والله في الصلاة يشرق علينا بنوره. يعني إنسان وقف قدام ربنا، بقى وقف قدام نور ربنا، أم نور ربنا يكشفني فأعرف أتوب. إذن الصلاة فيها التوبة، والإنسان الذي يصلي يعرف أن يثبت الفضائل. أنا عندي فضيلة عايز أقويها وعايز أثبتها، أي فضيلة من الفضائل لازم الصلاة هي اللي هتثبت وتقوي الفضائل. والإنسان المصلي أو اللي دائما يصلي هو إنسان دائما تلاقي إنسان ناجح في جميع معاملاته، ناجح في بيته، نجح مع أصدقائه، نجح في عمله. وأيضا لا ننسى أن الصلاة فيها المحبة عندما نصلي من أجل الآخرين، ودي برضو جميلة في الصلاة. آخر حاجة أقولها، لا تنسى صلاة يسوع، لا تنسى صلاة يسوع التي هي صلتنا بالله طوال النهار. يا رب يسوع المسيح ارحمني أنا الخاطئ، يا رب يسوع المسيح أعني. درب نفسك على الصلوات القلبية في كل مكان، في الشارع، في المواصلات، في العمل، في مواقف حرب الخطية ومواقف المشاكل اللي بتقابلنا. ارفع قلبك وقول له يا ربي يسوع المسيح أعني، أنقذني، نجيني، ابعد عني الشيطان. في الختام بقول لكم كل سنة، أو بقول لكنيستنا
كل سنة وانت طيبة يا كنيستنا بعيدك الخمسين، ونلتقي في حلقة قادمة، وربنا يبارك في الخدمة ويبارك في الكنيسة ويبارك في شعبه، لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد آمين. بسم الآب والابن والروح القدس الآن واحد أمين. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أندر الدارين. نبص في التاريخ شوية. منذ حوالي نصف قرن خلى تذكر أيام الحلوة بدايات الكنيسة. نفسي أسمع منك كده في حاجة عن الطفولة بتاعتك وقبل سبورتينج، قبل ما رجعت سبورتينج وما تتبانى، كنت بتصلوا فين؟ كنت ساكنين في نفس المكان في الإبراهيمية؟ في الإبراهيمية كنا بنصلي في كنيسة العذراء سموحة، ما كانش في سبورتنج خالص. أقرب كنيسة لي. سبورتنج كانت مش موجودة خالص. كانت كام؟ أي أيام أبونا ستينات. في الستينات. أيام أبونا مخيل سعد. كنا بعد كده هوت ابتدت كنا نروح المرقسية في مدارس الأحد، فما كانش في غير المرقسية والعذراء سموحة والعذراء محرم بيت. بدأت سنة كام؟ 57. فكان يصر ان ياخدنا مع المرقسية، واحنا بقى لما بقينا شابات في ثانوي كنا نصر ان احنا نروح سبورت. كان ابونا بشوي بالرغم انه مراد كان صغير في السن في ثانوي، لكن كان يحبه جدا، ولا يمكن يكون في قداس في ابونا بشوي الا لازم مراد يقرا الانجيل. حتى يوم نياحته ابونا ابراهام والكهنه اللي كانوا موجودين قالوا اليوم سكتت قصاره مارجرجس سبورت. لكن كانوا هم في البدايات يعني معانا في الكنيسه. مين كان ملتصق بالكنيسه اكتر، اتاثرت بيه، بابا ولا ماما؟ لا بابا طبعا. ماما ما كانتش بتخرج لوحدها غير يوم الحد، كان لازم بابا ياخدها كنيسه المرقسيه قلما تيجي مارجرجس سبورت. لما بدات مارجرجس سبورتنج كنتوا موجودين فيها منذ البدايه؟ منذ البدايه، من وهي تحت. بدا الاباء يتعرفوا عليكم امتى؟ خدمه ثانوي. وكانت تاخدني معاها وانا في الجامعه، كانت تاخدني معاها كنيسه مارجرجس الحضره، كنا نعمل انشطه للاطفال. انت خدمت في مارجرجس الحضره في الصيف بس؟ وابونا مهار كان بيخدم في مارجرجس الحضره، والام نفت لما خيه بنيامين. وابونا شنودة دوس وابونا تاكلة. بس انا ناصمي. خدمتي مش خدمه مدارس الاحد، كانت في ولاد ضعاف كنا بنخليهم يعملوا انشطه شويه، بس ما خدمتش فيها كتير يعني كم شهر بس. وكنت خلصت الدراسه بتاعتك ولا كان لسه؟ كنت لسه طالبه. بدات الخدمه الاول ولا انتهيت من الدراسه الاول؟ لا بدات الخدمه وانا في الطالب طبعا. سنه كام؟ سنه اولى جامعه لحد ما خلصت. مسكت ايه، ابتدائي ولا ابتدائي؟ وتاثرت وما زلت يعني زي ما اكون متقمصه امينه الخدمه بتاعتنا، فكانت ابونا بشوي يحبها جدا، كانت ماسكه خدمه ابتدائي، بس انا لاحظت انها كانت دايما تقدمني تخليني امسك لما يكون في درس عام لازم انا اللي اقوله، انا اللي اعمل الخدمه الافتتاحيه كده، يجي 4 سنين كده. 4 سنين فتره كبيره. وبعدين هي تنيحت، ابونا بشوي خدني عمل اسره في ثانوي للبنات اللي هم ايه كانت الخدمات بتنبسهم يعني، كانوا شويه مثلا شويه لا 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 كانوا يهتموا بالمظهر، وتصوني انجيل كانت بقى تقعد تقلس على المظهر بتاعهم وتضحك وكده. فابونا بشوي ايه خدني اخدم معاه بحيث ان هو ان انا ابقى افتقد البنات دي وكده. لكن بدات تعترف عند ابونا بشوي من امتى؟ من سن ثانوي. بس هو كنا احنا بقى مثلا لما نعترف كنت انا واخواتي الاثنين اللي تحتيه يعني. فكان ايه بابا وهو راجع من الشغل بالليل بعد العشيه يفوت علينا عشان ياخدنا، وكناش احنا لسه اعترفنا، يقول له دقيقه واحده يا عم كامل هخلصهم لك بسرعه دقيقه واحده، ويروح واخدنا احنا الثلاثه ورا بعض ومخلصنا. هو كان لكم معزه خاصه عند ابونا بشوي اكيد، ما نفهموش جت منين، لكن هو يظهر ما كانش لكم اي اتجاهات غير البيت والكنيسه وبس. ما عندناش ويبدو كنتوا بتقضوا وقت طويل في الكنيسه جدا، وخاصه ان في الانبا تاكلة كانت ابتدت تتبنى كنيسه لما تاكلة اول ما فتحت
كنت بخدم في فرع تبع بنجرجس الحضرة في بيت ومجرد فتحت كيسة ونبشية في الفرع ده وتعرف على الكنيسة. بدأ موضوع أبونا مقار في الرسامة. فأبونا بشوي اللي رشحك ل كان مفاجأة. لسه بقول لأبونا أنا أصل في سؤال كنا بنسمع عايزة فجي سؤال لأبونا بولس بتقول له أنا نفسي أبقى مرات أسيس وكده. فأنا جيت رحت أنا قايلة إيه أنا عمري ما فكرت إن أنا أكون زوجة كده. بعد الخمسين كان في عيد القيامة بتاع سنة سبعين كان يعني في مشروع خطوبة ولية. فكنت بكلم أبونا بشوي قال لي صلي صلي لحد ما ربنا يختارك.